عارف شعور لما يجيك شيء ما تعرف شنو؟ هدية. هدية ولا باليوم أو بالشهر اللي أنت انولدت فيه، ولا واحدة، تنتين بعد. الله يحلو المفاجآت، اللهم زدها. صراحة اليوم مبسوط صراحة أن الكرتون هذا عندي، وراح أفتحه وبطله قدامكم حاليا ونشوف شنو محتوياته للمرة الأولى. فخلونا نشوف قصة هذا الصندوق قبل أن نبدأ. لا تنسى تكون مشترك ومفعل التنبيهات، الشهر هذا فيه مفاجآت كثيرة أكثر وأعبر مما تتوقع، صدقني ما راح تتخيلها نهائيا. خليك مشترك، كيفك كيفك. لا لا تشترك، بس فعل التنبيهات. شو تجي دقيقة لازم اشترك عشان بعدين، مو مشكلة اللي تجي. خلونا بسم الله نفتح هذا الصندوق ونشوف شنو محتوياته للمرة الأولى. يعني معاكم كل شيء معاكم، توقع يلا شنو الحين. أدري بالتعليقات تحت، بلايستيشن 5، بلايستيشن 5، إكس بوكس سيريس إس. لا ولا واحدة من اللي قلتهم نهائيا، لأنه أول شيء أنا أول ما أخذت الصندوق كنت أسوي فيه كذا. الثقل ما هو ثقل الجهاز يعني كونسول نهائيا، تحس إنه داخل فيه شغلة شغلات. ها بدأ يتحركان داخل، بدأ يتحركان. واو حبيت. فتحنا من هنا، خلونا نسوي الحركة ذي، أحبها أنا دائما. فتح الصندوق. الله وات، دقيقة دقيقة، ريمبو 6. يا والله ريمبو 6 سيج. واو يا الفخامة، ايش هالكرتون هذا، ايش الدلع هذا، ايش ها بوكس هذا مره فخم، ايش داخله. دقيقه شوفي حظني والله وناسه، خل احسد نفسي شوي يا اخي. ما شاء الله ايش داخل، توقعون وش داخل؟ انا ما ادري وش، والله ما اعرف. دقيقه، يا رب تيشيرت، يا رب كاب، يا رب كذا حاجات، يا رب فقرات، عادي مو مشكله اي شيء. بسم الله. دقيقه، طبعا هم الان 5 سنين احتفال، 5 سنين. اوكي 5 سنين. التقديم الاسطوري، يوبي سوفت من اين لكم هذا؟ ايش التقديم هذا الخرافي؟ دقيقة عندنا هنا ايش؟ الفوكس لو سمحت، صح صح ها؟ صح صح، خلي الناس تشوف، خلي الناس تعاين، شوف. كمان هنا اكياس، طبعا لازم في فقرات، لازم في مجسمات. إذا ما في مجسمات مشكلة، المجسم مرة ما راح أفكه كذا، خليه حبيبي. أنا قبل فكيت مجسم عندي ندمت. شوف 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 طالع، شوف ركز يا ولد ركز. كل الشخصيات الموجودة في اللعبة طبعا، أنا ما يعني أدري بعضكم حين يجي يقول عبد الله على أساس تلعب ما شاء الله تنزل، وش اللي طاح له؟ مو مشكلة الآيفون خليه يطيح شوي، يوقف الآيفون انتظر شوي تحت. طيب هنا عندنا البوكس الثاني، وفي بعد في اشياء تحت ترى على فكره، انتم على بالكم خلصنا، ما خلصنا. خلونا نشوف البوكس هذا ايش فيه. ارجد. دقيقه، ما شاء الله والله فعاليات حلوه ذي، والله اقسم بالله احب انا الصناديق اللي يكون فيها اشياء. يعني انا كوليكتر تراني، انا اي انا اجمع، اي مجمع عبد الله، اجمع انا مجمع بس شنو، احاول يعني اسوي لي يعني كوليكشن الخاص فيني انا في بيئة خاصة. يعني حاليا احاول اني احط مكان كذا يلم كل الاغراض، او يعني استوعب كل الاغراض اللي عندي، لان والله المكان انترسل صراحة، ليش اكتب اقول الصراحة اللي هو على قطع لسان، يعني امتلى المكان. طيب انا ما ادري ايش اللي داخل هنا، خلونا نشوفه مع بعض. بسم الله، وكيف يفتح؟ تحت كتيب، اتوقع يفتح كذا. بسم الله، طح كتاب. أنا كان بإمكاني أجيب كاميرا ثانية من فوق تصور، بس قلت لا، خلي الموضوع طبيعي جدا بدون أي تكليف، كاميرا واحدة وتشوفون من خلالها. قلبي يح بموت، والله وناسة. دقيقة، سماعة صح؟ الله سماعة ريمبو 6 سيج، الله والله جت في وقتها، والله جت، أبي سماعة.
الله يا الكشخة يوبيسوفت وش ذا؟ سماعة سلكية، لعبتي السلكية، أموت في السماعات السلكية. الفخامة. دقيقة دقيقة. تعال تعال من حوطلة حوطلة حوطلة. مستوى مستوى يا تعبان. الله فيها مايك بعد، فيها مايك. يا تعبان لف من هناك، تعال فيك خير قابلني. ها شيت انك تقوع. والله حلو حبيت. هنا اللي قصر الصوت ميوت. سماعة فخمة حلوة بلاستيك صح؟ انا ما ادري اي ماركة، اي صنع اي ماركة، ترى يتعاقدون مع شركات مثل هايبر اكس. النوبة اللي راح ترسلوا لي من هايبر اكس. دقيقة لازم اكشف اليوم سر الشركة اللي تعاونوا معها. اي شركة تعاملتوا معها مرة دي اعترفوا، ما راح اطقكم لا تخافون. ايسر، والله شركة ايسر ممتازة يا جماعة الخير. بريدتر، ماركة بريدتر والله كويسة كويسة سماعات ايسر، لا ممتازة. شوفوا يا جماعة الخير الشكل والديزاين، شوفوا صحيح انه بلاستيك يعني، شوفوا مقارنة بسماعتي الهايبر اكس يعني اكيد لا مقارنة. ما عليكم من القشرة اللي طاح عليها، طبعا اكيد لازم القشرة تطيح بالاخير، يعني شعري مو شعر ناعم كالحرير، ولكن يعني شوفوا كيف، شوف الفرق هنا، شوف الفرق. حلوة. اللي يعجبني فيها انه فيها مايك، منه فيها المايك يمديني ارفع فوق ونزله تحت، وهذا شيء طيب. اذا هذه سماعتي راح البسم اليوم ورايح، تمت الخيانه بنجاح يا هايبر اكس. هايبر اكس حنا نعطيك سماعات، لا بلبس سماعتهم اكيد. هايبر اكس ما لي غنى عنهم صراحه، لانه انا حاليا يعني استخدم عندهم كل شيء، كيبورد ماوس سماعه، فحب التناغم اللي جايني من عندهم. طيب خلصنا من السماعه، خلينا نشوف الاشياء اللي باقي داخل. شنو هذه؟ دقيقه. اوف يا الفخامه، اوف التفاصيل، اموت انا مع التفاصيل. شوفوا كيف القلاده ذي، هذه ما هي ترى، ما ممكن بعضكم يفكر انه اللي تتعلق البادج اللي يتعلق هنا، لا ما هي ترى تختلف ذي، هذا شيء ثاني، هذه قلاده نصر، هذه لفزت تطلع لك داخل اللعبه. ترن تفتر تفتر. حبيت. شوفوا ما فتحتها الى الان، ما فتحتها زين، بس تدرون شنو هذه؟ تتوقعون شنو هذه؟ هذه من الان اعلمكم شنو. احرق؟ لا عادي احرق، يقول كروت. ليش تحرق الله يهديك؟ كروت كروت. شفتم؟ انا اعرف كروت ريمبو 6 يعني، اعرف كروتهم دائما يحطون كروت كثيره مره، كثيره ووفيره. خلينا نشوف شكل الكروت كيف. كان لعب فيها مرقة بعدين. ها استلم الجوكر، شف شف التفاصيل، الخامة الخامة يا جماعة الخير، الخامة تلعب دور والله، كارت كذا حلو. جوكر تشوفون طبعا صح؟ ايش هذا؟ المهم اللي يلعبون حديد يعرفونه، ما لها دخل. عبد الله كل وحده تختلف ترى عن الثانيه، ها على بالكم كلهم يتشابهون؟ لا عبد الله ما راح نخلص كذا، اي ما راح تخلصون اليوم، لازم تشوفون كل شيء بالعربي. واحد بيخلص بسرعه بالعربي، شوفوا كوليكشن كامل من جميع الصور، من جميع الشخصيات، كل الشخصيات اللي ممكن تشكلها في ريمبو 6 موجودة هنا، شيء رهيب مرة، يتعدى الأفق مرة واحدة الأفق الأفق. طيب عندي هنا بعد انبوكسينج نمبر 2، طبعا هذا ما له دخل في الانبوكسينج اللي جاني من، أو الكرتون الصندوق اللي جاني من يوبي سوفت. الحين بشوف هذا، شوفوا يا جماعة الكذب خيبة صح؟ أنا ما أحب أكذب والله جد. كرتون هذا ما كنت ادري عنه، لكن هذا ادري عنه، فمو حلو اني امثل عليكم اني انا ما اعرف، لا اعرف وش اللي داخل، بس خلونا نسوي انبوكسنج له معاكم بنفس هذا الفيديو، وبتكلم عنه بشكل سريع عشان بعدين راح اتفصل فيه بعدين. الله الله.
طبعا انا الان مستعد 100% للجيل الجديد. هذه اللي تشوفونها حاليا ممكن تكون واضحة عندكم، هذه اللي هي اللايف جيمر البولت، خاصة في تسجيل 4K 60 فريم HDR من أقوى جهاز موجود فيك يا دنيا، يعني بلايستيشن 5 إكس بوكس سيريس إكس، هذا راح يسجل منها وهو مرتاح كذا، حط رجل على رجل ويأخذ الداتا من وين؟ من نفس الإكس بوكس السيريس إكس والبلايستيشن 5. طيب وش الفرق اللي فيه؟ الفرق ان هذا يا جماعه الخير يشتغل عن طريق الثندر بولت، من اسمه بولت، يشتغل عن طريق الثندر بولت. الثندر بولت هذا يكون منفذ يو اس بي تايب سي، ولكن ينقل سرعه 40 جيجا بايت. انتم متصورين 40 جيجا بايت؟ يعني جالسين نتكلم عن سرعه خارقه جدا من نقل البيانات من خلال منفذ التايب سي الثندر بولت. وعندنا ال اتش دي ار 4K، وعندنا 240 اللي هو الاطارات على الفول اتش دي، وعلى ال 2K يمكن يعطيني 120، وعلى ال 4K يعطيني 60 فريم. فالقطعة هذه يا جماعة أنا متشوق إني أجربها، بالرغم شوفوني أكلمكم حاليا وأنا ما عندي أي مدخل ثندر بولت. خلونا نشوفها. طبعا هذا الصندوق، هذا كرتون، وهذا شكل الصندوق. الآن راح نفتح القطعة، للمرة الأولى. بسم الله، هذه هي القطعة الخاصة في الجيل الجديد. أوف أوف يا جماعة الخير، هذه مصنوعة من إيش؟ القطعة كبيرة بشكل مو صاحي يعني، والصناعة الماتيريال اللي مصنوعة منها القطعة تختلف عن القطع السابقة اللي عندي. أنا طبعا عندي قطعة حاليا جالس أسجل منها بالكام، شفتوا التصوير الكامل الحين 4K، التصوير هذا اللي تشوفونه ألو هنا، هذا من خلال الإيفر ميديا القديمة اللايف جيمر اللي تسجل 4K 30 فريم. حلو، جالس أسجل فيها من الكام، أنقلكم الصورة حاليا أسجل من الكام. هذه تسجل 60 فريم، لكن مخصصة بشكل أكبر للجيل الجديد. لو تلاحظون هنا عندي HDMI، ركز هنا فوكس لو سمحت، هنا HDMI out وهنا in، هنا بلايستيشن، هنا out التلفزيون اللي عندي أو المونيتر، هنا عندي المايك، هنا عندي الثندر بولت، هذا اللي تكلمت عنه قبل شوي، وهنا طبعا عندي فتح للتهوية، وهنا عندي طبعا إضاءة RGB راح تولع من قدام، إضاءة خاصة فيها، وهنا طبعا فوق عندي الخطوط الخاصة في التهوية، ومن تحت فقط الديزاين والشكل النهائي. زي ما قلت القطعة هذه لازم لها تجربة أداء من خلال منفذ الثندر بولت. الحين بوريكم المنفذ اللي يجي معها، هذا المنفذ اللي يجي معها طبعا، هذا السماعة، هذا منفذ السماعة، تلاحظون هذا منفذ السماعة الخاص فيها، منفذ السماعة. وعندي هنا كيبل ال HDMI، طبعا الكيبل HDMI ليست الأخير المحدث للأجهزة الجيل الجديد، ولكن يعني راح يكون يعني سريع، اللي هو 2.0 سريع مرة، يعني هاي سبيد، راح ينقل لك الصورة 4K 60 فريم. يعني أنا لما بعرض لك الصورة على اليوتيوب 4K 60 فريم نكتفي فيها، ما نحتاج نزيد عنها. وهنا عندي منفذ الثندر بولت، يعني المنفذ هذا لو تبي تشتريه كذا بشكل جانبي لا يقل يعني عن 70 ريال المنفذ هذا. لو تلاحظون عليه صورة البرق، تشوفون صورة البرق ثندر بولت 3. فالمنفذ هذا يا جماعة الخير تايب سي عادي، لكن شنو؟ ايش قصة التايب سي هذا؟ لازم عندك كمبيوتر يشغل ثندر بولت، مثل الماك بوك، الماك بوك يعني موجود فيه ترى، وبعض أجهزة الويندوز اللي تكون محمولة مثل الأسوس، مثل الMSI، تكون صغيرة بدون كارت، يكون فيها نفس المدخل هذا. بس أنا ما عندي يعني، وعشان كذا أنا لازم أجربه على المنفذ اللي عندي، منافذ USB-C بجربهم عليه وأشوف ممكن يسجل لي 4K، ممكن احتمال، أنا ماني متأكد، لكن متطلبات الأساسية الثندر بولت، وممكن احتمال أني أنتظر لين يجيني لوحة أم تدعم الثندر بولت، لوحة أم، أشتري لوحة أم خاصة عشان الجيل الجديد. طبعا قيمة القطعة هذه $450، ازودها $50 اروح اشتري لي بلاي ستيشن حرفيا، يعني على السعر الغالي هذا. لكن زي ما قلت هذه للكرييترز، صناع المحتوى اللي يبغون يصنعون محتوى اقوى شيء ثبات قوه، زي ما انا الحين جالس اسجل 4K 30 فريم، انا حاليا جالس اسجل 4K 30 فريم عن طريق قطعه الايفر ميديا القديمه، هذه تسجل 4K 60 فريم. وهنا الفرق، لان البلاي ستيشن بكره راح احتاج الجوده ذي، راح احتاج اطلع لكم احسن جوده ممكنه على أجهزة الجيل الجديد، واختبارات كثيرة أنا راح شغلي يحتم علي الشيء ذا. أنت إذا ما تسجل 4K 60 فريم ما تصلح لك.
إذا أنت صانع محتوى تتابعني حاليا وعندك قناة مليون، خصوصا إذا كنت مليون يعني عندك ملايين، لا أنا بقول لك هنا حبيبي إيش تسوي؟ نعم أخوي خير إن شاء الله، روح اشتري القطعة ذي واشتغل عليها عشان محتواك يكون نظيف. يلا يعطيكم العافية على المشاهدة، أعطوني رأيكم في فكرة بوكسين كذا سريع، خصوصا أنه اليوم أنا بكشخ السماعة ذي ببدأ أشتغل عليها. يا أخي حلو، خلاص نغير جو عنا. وات فيها عزل، فيها عزل بعد، والله شغل احترافي ما شاء الله. يعني شوف شكله كذا، شوفوا الطريقة وشوفوا مقارنتها مع ملكة العزل، مع ملكة العزل سماعة سوني، نفس جودة العزل بدون لا تكون شغالة ذي. طبعا هذه لا اشتغلت، هذه السماعة لا اشتغلت. اوف اوف من الآخر اوف. خلوني بس احل الكارت كذا قبل انهي الفيديو. رجال لابس خوذة، لابس خوذة ولا مو لابس خوذة؟ لابس خوذة. حط لايك لو سمحت. شكرا يوبي سوفت، شكرا ايفر ميديا، شكرا انت انتي انت. السلام عليكم. نحن مرتزون، نحن كالفازون، مرة اكشن مرة في غابة امازون، تاخذنا المطبات حين جيل طيبون، نخلي الرعب يستولي وانتم تلعبون، تبغى الشاي لا تنسى كاس الليمون، ها شيبنا من لعبة انت اللون، الوضع في تهور وما هو مضمون، مع كبيرنا عبد الله دوما سعيدون.